انا اعتقد هالاستجواب صعب، اصعب يعني، مع ان الاخت هند يعني لها دور زين داخل وزاره الشؤون، لها دور زين، لها دور يعني في بعض الهاي، ولها اخطائها اكيد بدون شك، لها اخطائها يعني، انا خاصه بالنسبه لابناء الشؤون وكذا في اخطاء لها، لكن انا اعتقد هالاستجواب صعب عليها. صعب؟ اي صعب. من اي ناحيه؟ وعودتها الى وزاره الشؤون اعتقد كان خطأ، امر مصيب ولا خطأ؟ لا خطأ، انا اعتقد خطأ يعني، اذا كنا ما نبي صراع بين، لان كان في استجواب يقدم من نواب ثلاثه، كان في استجواب يعني مقدم خالص واعلنوا عنه بس تاخر يعني وانحلت الحكومه او قدمت استقالتها. لذلك يعني اذا كان هناك رغبه للتعاون ونزع فتيل الفتائل اللي ممكن تسبب الاشتعال، كان يعني موضوع الاخت ام احمد نوريه من المواضيع اللي تسبب الاشتعال، كان المفروض على الاقل لو حتى لو تروح وزاره ثانيه، وزارة ثانية. يعني اذا كان اعادتها في نفس الوزاره رغم التهديد النيابي، ايش الفسره؟ يعني انا وضع قنبله على اساس الاجهزه، اعتقد خطا استراتيجي وخطا خطأ سياسي، يعني توقع الحكومه وسيؤدي الى صدام، سيؤدي الحكومه مو واعيه انه يكون في نترجع، ما ادري شنو يقصدون، ما ادري، بس لكن هل يريدون المواجهه؟ هل هناك هدف اخر اللي هو مواجهه ثم حل؟ يعني قد يكون او مواجهه ثم تشكيل وزاري جديد، قد يكون كل احتمالات وارده، أو مواجهة ثم بعد ذلك تجاوز الاستجواب، وهذا أشك أن تقدر يعني حتى الآن حسب القراءة العامة صعب تجاوز، أشك أنها